طيب لما بتكلم بقى على regional conversions بتاعت particular types of signals، عندنا كذا particular type كده هنتكلم عليهم. اوكي، هنتكلم على finite support signals، هنتكلم على infinite support signal اللي نوعها causal، والinfinite support signal اللي نوعها non-causal. اوكي، وهنلاقي ان ليهم characteristics محددة كده لازم ان احنا نعرفها علشان تسهل علينا الحقيقة واحنا بنحل. اوكي، فبنتكلم على يعني لو انا عندي ريجن اوف كونفرجنس بتاعت زي ترانسفورميشن بتاعت سيجنال اكس اوف ان اوف فاينايت سبورت من ان 0 لان 1، يعني هي يعني اقل من ان 0 بتساوي 0 واكبر من ان 1 بتساوي 0. اوكي، ان متعرفه بين الاثنين دول، يعني بيسكلي لو انا عملت الزي ترانسفورميشن الاقي ان هو عباره عن سميشن من ان ان نوت لغايه ان 1 او ان 0 لغايه ان 1 اكس اوف ان زي اوف ان زي تو ذا ماينس ان. اقل من كده لو انا خدت ان نوت ماينس 1 اوكي او ان 1 بلس 1 هلاقي ان هو مش هتفرق معايا لان الاكس اوف ان ساعتها هتبقى بتساوي صفر. اوكي، فلو انا عندي حاجه بالشكل ده كده طالما هي فاينايت يبقى معنى كده هتطلع لي بولينوميال زي اللي احنا شفناها في المساله اللي هي في الاكزامبل اللي فاتت، الاكزامبل الاولاني هتطلع لي بولينوميال اوف زي ماينس 1. ف نتاكد 100% ان احنا بيسك هتبقى يعني طالما هي بولينوميال بسيطه كده هنلاقي ان هي ديفينتلي دايما بتكونفرج. اوكي، لو انا عندي الفاليو دي مهما يعني اكس اوف ان طالما ان هي فانكشن يعني عاديه ما هياش فانكشن فيها فاليوز بانفينيتي، اوكي هنلاقي انها ديفينتلي اي فاينايت سميشن من الفاليوز بتاعتها هنلاقي انها ديفينتلي بتكونفرج، وبتكونفرج في كل الزي بلين ما عدا الاوريجن زي ما احنا كنا شفنا كده ان احنا لو عندنا بولينوميال في زي تو ذا ماينس 1 يعني زي ماينس 1 زي ماينس 2 زي ماينس 3 وهكذا كنا بنضرب في زي تو ذا باور كذا على زي تو ذا باور كذا، ففي الاخر بيطلع لنا مجموعه من البولز عند الزي بتساوي زيرو. اوكي، فمعنى كده احنا بنتكلم على الحاله بتاعتنا في الوضع بتاعنا اللي هو فيه فاينايت بولينوميال في زي ترانسفورميشن انها بتكونفرج كل حته، يعني ار او سي بتاعتنا هي الزي بلين كله ما عدا الاوريجن اللي هو زي بتساوي زيرو. اوكي، كمثال على كده لو انا اديت لك اكس اوف ان بتساوي واحد من زيرو لغايه تسعه اوكي وزيرو اذروايز، فمعنى كده هنلاقي ان الاكس اوف زي بتاعتنا هي عباره عن سميشن لبولينوميال زي تو ذا ماينس ان، يعني هتبقى عباره عن واحد زائد زي ماينس 1 زائد زي ماينس 2 زائد زي ماينس 3 زائد زي ماينس 4 وهكذا لغايه زي ماينس 9 تو ذا باور ماينس 9، فمعنى كده هي بولينوميال اوف زي، فمعنى كده هضرب فوق وتحت في زي تو ذا باور 9 يبقى معنى كده يبقى فيها 9 بولز عند زي بتساوي 0 وملهاش اي زيروز خالص، فمعنى كده ان احنا نتاكد 100% ان الفانكشن دي هي بس يعني توصل تبقى انفينيتي عند زي بتساوي 0 بس ما فيش اي قيمه ثانيه للزي بتخليها توصل انها تبقى بتساوي ايه؟ تساوي انفينيتي. طبعا احنا بنتكلم على الزي بتساوي بلس ماينس انفينيتي دي حاله يعني تعتبر تريفيال لان احنا عاده ما بنهتمش ان احنا زي بتساوي انفينيتي يعني ما لهاش معنى بالنسبه لنا، يعني اللي يهمنا زي بتساوي زيرو بس الزي بتساوي انفينيتي عمرنا ما نقول انها مش موجوده في الار او سي. طب نحاول دلوقتي بقى نجيب الار او سي بتاعت الانفينيت سبورت سيجنالز. انفينيت سبورت سيجنالز دي ممكن يبقى لها كذا نوع، يا اما تكون كوزل معنى كده ان هي بتساوي زيرو لما ان اقل من زيرو يعني موجوده بس عند ان بوزيتيف، اوكي لها قيم يعني نون زيرو عند ان بوزيتيف. انتي كوزل معناها انها عكس كوزل معنى كده ان هي لها قيم نون زيرو بس لما تكون ان اقل من الزيرو، لما ان اكبر من الزيرو بيبقى قيمتها بصفر، او كومبينيشن من الاثنين دول تبقى مجموعه من الاثنين دول يعني كوزل يعني جزء كوزل زائد جزء انتي كوزل، او يعني ممكن ان احنا نقول عليها ان هي نون كوزل. اوكي، فلو بتكلم على زي ترانسفورم بتاع الكوزل سيجنال، الكوزال سيجنال بيسكلي احنا بنعمل نفس الحاجه اللي احنا عملناها قبل كده عشان نديرايف الشكل بتاع الار او سي بيتحسب ازاي. فبيسكلي بقى عندنا بس الفرق ان احنا بنبتدي من ان بتساوي صفر ان احنا عارفين ان هي قبل كده الكوزال سيجنال دي بتساوي صفر. فلو احنا اعتبرنا ان احنا اكس سي ديت اللي هي الاكس كوزال اللي هي الكوزال سيجنال بتاعتنا دي الراديوس بتاع اللارجست بول بتاعها بيسكلي ار 1 بنسميه ار 1، هنلاقي ان الكونديشن بتاعنا بتاع الار او سي ان الار بتاعتنا اللي هي الابسولوت فاليو بتاع الزي بتاعنا يبقى اكبر من ار 1، يعني معنى كده لو احنا بصينا على الدوائر بتاعه الدايره بتاعه الزي ترانسفورميشن اللي هي اليونت سيركل هنلاقي ان عندي في ريديوس ار 1 ما هوش واحد بقى ممكن يكون واحد او غير واحد، الريجنال كونفرجنس بتاعتي اكبر من ار 1. اوكي، اكبر من ار 1 اللي موجوده عندنا. اوكي، يعني لو احنا بنتكلم مثلا على فرضا يعني بتكلم على فاينايت سبورت سيجنال واحنا خدناها بقى كحاله خاصه من هنا، لو عندي فاينايت سبورت سيجنال
والفاينايت سبورت سيجنال دي زي ما احنا كنا شفنا قبل كده بيبقى لها بول عند زيرو. اوكي، فمعنى كده لو احنا طبقنا الكونديشن ده عليها، وكانت هي طبعا السيجنال دي كانت كوزل، كوزل معناها ان هي كلها عند ان بتساوي 0 1 2 3 وهكذا، ما عندهاش ان اقل من الزيرو، هلاقي عندي ان في الحاله دي هيبقى عندي الاونلي بول بتاعنا هيبقى عند الزيرو، فمعنى كده ار 1 هتساوي 0. يبقى معنى كده الريجن اوف كونفرجنس بتاعتنا هي كل الزيرو لاكبر من الزيرو، وهو ده فعلا اللي كان بيحصل عندنا في الفاينايت سبورت سيجنالز. طب لو هي انتي كوزل بقى، انتي كوزل زي ما احنا اتفقنا كان هي نفس الاكسبريشن ده، هو بس هيبقى عندي بقى من ان بتساوي ماينس انفينيتي لزيرو. اوكي، فتلاقي الكونديشن اتعكس بقى. اوكي، هتلاقي كل الحاجه اللي عندنا دي اتعكست. يعني بتكلم هنا على الاكس انتي كوزل بقى، اللي هي اكس اي اللي هي انتي كوزل، مش ببص فيها على اللارجست بول، لا ده ببص على السمولست بول. اوكي، فالسمولست بول دوت هو ده اللي هيحدد لي ريجن اوف كونفرجنس. ففي الانتي كوزل سيجنالز هنلاقي ان الريجن اوف كونفرجنس بتاعتنا هي ان الراديوس بتاعي يبقى اقل من ار2، اللي هو عباره عن السمولست، اللي هو الراديوس اوف ذا سمولست بول بتاع ايه؟ بتاع اللي هو اكس اي اللي هو الانتي كوزل سيجنال. اوكي، فمعنى كده لما تكون كوزل هيبقى الريجن كونفرجنس بتاعتي اكبر من راديوس معين، لما تكون انتي كوزل هتبقى اقل من راديوس معين. طب دلوقتي لو فرضا هي عباره عن حاجه، عباره عن كومبينيشن من الاثنين دول، او نقول عليها نون كوزل، اي نون كوزل سيجنال نقدر نخليها عباره عن تو كومبوننتس، واحده كوزل واحده نون كوزل. اوكي، فمعنى كده ان احنا بالمنطق كده ان احنا نتخيل ان احنا لو بنكومباين حاجتين زي كده بالتو كونديشنز بتوعهم عشان يحصل لهم كونفرجنس، اوكي، يبقى لازم ان انا الكونديشن بتاعي يبقى كومبينيشن من الاثنين. يعني هلاقي ان الريجن اوف كونفرجنس بتاعتي هي عباره عن حاجه، يعني الاريا اوف زي اللي اكبر من كذا واقل من كذا. هنشوف الكلام ده في الايه، في السلايد اللي جاي. هتخيل دلوقتي يعني في المثال دوت ان انا عندي نون كوزال سيجنال عباره عن كوزال بارت ونون كوزال بارت. اوكي، عشان اكومباين الاثنين دول يبقى معنى كده لازم اكومباين الكونديشن بتاع الكوزل اللي هو عباره عن ده، والكونديشن بتاع النون كوزل اللي هو او الانتي كوزل اللي هو ده، ان هو الزي اقل من كذا. اوكي، يبقى معنى كده ان عندي الابسولوت فاليو بتاع الزي بتاعي هيبقى اكبر راديوس بتاع اللارجست بول بتاع الكوزل سيجنال، واقل من السمولست بول بتاع الانتي كوزل سيجنال. اوكي، طبعا دي حاجه مهمه جدا احنا ناخد بالنا منها، ان الكلام ده مش شرط ان هو يتحقق. يعني ممكن فرضا لو انا لقيت الار2 مثلا يعني اقل من ار1، يعني معنى كده ايه؟ معنى كده انا بقول مثلا انا عايز زي تبقى اكبر من 0.5 واقل من 0.3. اوكي، يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان مفيش اي زي هتحقق لي الكلام ده. يبقى معنى كده الكومبينيشن دي مش هتحقق لي الايه، اي ريجن اوف كونفرجنس في الزي بلين. اوكي، فمعنى كده الكونديشن ده مش دايما يتحقق، لان مش شرط ان دايما ار2 تبقى اكبر من ار1. فعشان نسمرايز الكلام اللي احنا اتكلمناه ده كله، كوزال سيجنال هاز ريجن اوف كونفرجنس زي اكبر من ار1، الانتي كوزال سيجنال عندها ريجن اوف كونفرجنس زي اقل من ار2، لو انا عندي نون كوزال سيجنال هتبقى عباره عن كومباينيشن بالشكل ده، عباره عن مجموع كوزال زائد انتي كوزال سيجنالز، يبقى معنى كده تبقى عباره عن زي اكبر من ار1 اللي هو نفس الكونديشن بتاع الكوزال بارت، وزي اقل من ار2 اللي هي الكونديشن بتاع الايه، الانتي كوزال بارت. ولازم طبعا ان احنا عندنا ار2 تبقى اكبر من ار1 عشان الكلام ده يتحقق. وفي الحالات دي هيكون عندنا الشكل بتاع ريجن اوف كونفرجنس شكله هيبقى حاجه زي تورس كده، حاجه زي عباره عن حلقه كده موجوده عندنا في الزي بلين.